السلام عليكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم راح نتناول بهذا الدرس القطعة الأولى الخاصة باليونت 1. عندنا التكست بوك باسجز، وعندنا أول قطعة موجودة بكتاب السادس الإعدادي طبعا بفرعيه الأدبي والعلمي، عندنا قصة زيتارك والأحداث اللي حصلت إله. طبعا جدا مهم إنه شنو يكون عندي معلومة عن تفاصيل الأحداث. ليش؟ لأن التمارين اللي موجودة بالكراسة بالامتحان الوزاري ما يلتزمون فقط بالتمارين الموجودة في كتاب الكراسة، أيضا المعلومات الموجودة بكتاب الطالب، فمن المحتمل أي معلومة تجيك بالامتحان. إحنا شو راح نسوي؟ نركز على التمارين الموجودة بالكراسة، وبعد ذلك الأسئلة الوزارية، وبعد ذلك أسئلة منوعة حول هذه القطعة. أريد من عندك شيء مهم، أنه الكتاب موجود يمك بيج نمبر 8، حتى نقرأ هذه الأحداث وتصير عندك معلومة عنها، وبعدها ننتقل إلى التمارين الخاصة بالكراسة، وليصير عندك إحباط. التعلم تدريجي، يعني ماكو شخص عبقري من أول قراءة يضبط الموضوع، فأحتاج إلى قراءات متعددة لمن لهذا النص حتى أقدر أضبط المادة. He was floating. من هو he was floating؟ زي تارك كان يطفو على شنو؟ سطح الماء. When he felt، عندما شعر something، شيء ما push him، يدفعه. زين، شنو عندنا المنطوق؟ read the article، اقرأ هاي المقالة. and choose، واختر the best headline، واختر افضل عنوان. طبعا عندنا مجموعة من العناوين، لازم ذن العناوين ايضا اضبط المفردات اللي موجودة بيها. طبعا هي طريقة التعلم شلون الابتدائية، اذا شخص ما عنده مفردات ايضا بتكرار الكلمات وكتابتها اقدر اضبطها. فد نصيحة، الملزمة مفيدة، لكن الأفضل يكون لي دفتر خاص أكتب المعلومات بإيدي حتى شنو أقدر أضبط هذه الكلمات. عندنا Airbeds can be، يعني معناها هذا الفراش الهوائي Airbeds can be، يمكن أن يكون dangerous، خطير. هذا العنوان الأول. B watch out، يعني راقب for red sea sharks، يعني راقب الأسماك القرش الموجودة وين؟ في البحر الأحمر، لأن تنتشر بها هذه الأسماك. C dolphins، يعني الدلافين، saved، أنقذته saved him from a shark، أنقذته من القرش. هذا العنوان الثالث. وعندنا العنوان الرابع D first aid، الإسعافات الأولية on the beach، على الشاطئ. زين، طبعا أفضل عنوان وفق الأحداث اللي إحنا راح نقراها اللي هو dolphins saved him، يعني الدلافين أنقذته شون من from a shark، من القرش. هسه هذه إحنا نقدر، هن عناوين متصلة موجودة بهذه الأحداث، بس أفضل عندنا عنوان هو C. زين، نقرأ هسه النص. It was، إنه كان، a calm morning، صباحا هادئا، in the beautiful seaside town، في المدينة الساحلية الجميلة of Sharm el-Sheikh، شرم الشيخ الموجودة وين؟ in Egypt. زين، 20 year old Zaytark، شقد عمره؟ 20 year old Zaytark، a tourist، انه سائح، من from Iraq، فهسا عرفناها إيش قد عمره 20 وإنه سائح من العراق. was floating، كان يطفو، peacefully، بسلام، بأمان، 150 meters، 150 meters from the shore، من الشاطئ. when he felt، عندما شعر، احنا قلنا هاي صفحة 8 كتاب الطالب. when he felt something push him، عندما شعر أن شيء ما يدفعه. هذا كلام زيد تارك، هذا مقتبس من كلامه، يقول I didn't know، لم أكن أعلم أو أعرف. what it was، ماذا كان هذا الشيء. he told reporters، أخبر منه المراسلين. I thought، يعني اعتقدت، فكرت بشيء، perhaps، ربما، my airbed معنى هذا الفراش الهوائي، had hit، اصطدم، a piece of wood، بقطعة من الخشب. then فيما بعد it pushed even harder، يعني هذا الشيء قام يدفع بقوة أكثر. and I fell، وسقطت، into the water، سقطت إلى الماء.
That's when I saw it was a shark. عندما رأيته أنه كان شنو سمكة القرش. زين. He was trying منه زيتار كان يحاول to swim away أن يسبح بعيدا. To swim away when the shark عندما سمكة القرش bit عضت his arm ذراعه. Tarek who was losing طارق الذي كان يفقد a lot of blood كثيرا من الدم. انت تحس هذا الموضوع يعني شلون ما بيها فائدة للقراءة. اولا راح احصل مفادات ومن اقل اسئلة والاجوبة راح يصير علي سهل الفهم مالتين صح شوية اطالة بيها بس راح طبعا احصل على درجة ممتازة بالامتحان اذا افهم بهالطريقة. A lot of blood كان يفقد كثيرا من الدم and thought واعتقد he was about to die انه على وشك ان يموت. Screamed as loud as he could يعني صرخ بأقوى قوة هو يقدر لها. احنا نقول بهذا التعبير واضح. Screamed معناها صرخ عفوا. Loud يعناها بصوت عالي. زين. I was praying to God انا كنت اصلي الى الله to save me. ليش هو كان يصلي الى الله او كان يصلي to save me يقول لي ينقذني. He said هو قال اللي هو زي تارك. When some dolphins عندما بعض الأسماك swam up قامت تسبح للأعلى and frightened وأخافت the shark away وأخافت سمكة القرش بعيدا. There were at least كان هناك على الأقل six of them ستة منها and they made وهذه الأسماك يعني الدلافين عملت شنو a circle دائرة around me حولي. The shark هاي سمكة القرش couldn't get بعد لم تستطع أن تكون get near me أن تتقرب مني. زين هسه بعد انتقلنا إلى تفاصيل أخرى اللي هي شنو Coast Guard هذا خفر السواحل جميل العلوي سمع Tarek's screams صرخات طارق and rescued him وأنقذه. زين And rescued him by boat. شلون هسه انقذه؟ من هو انقذه؟ جميل العلوي. شلون شنو هي الواسطة اللي استخدمها؟ البوت القارب. زين. نكمل. While he was giving Tarek بينما هو كان يعطي طارق first aid الإسعافات الأولية on the boat على القارب his partner رفيقه زميله أحمد المصري. أحمد المصري called من هو السخابر شلون خدمات الطوارئ the emergency services أحمد المصري. زين صديقه رفيقه. زين وبهالأثناء an ambulance سيارة الإسعاف was waiting كانت تنتظر مو for Tarek on the shore على الشاطئ and he was immediately وهو حالا taken to the hospital أخذه للمستشفى at شرم الشيخ في مدينة شرم الشيخ. زين آخر مقطع it was the most frightening day إنه كان أكثر يوم خوفا بالنسبة إلي دي يحكي زي تارك of my life. Tarek told reporters أخبر المراسلين from his hospital bed من فراش المستشفى that shark إن سمكة القرش wanted أرادت To have me, أن تتناولني for breakfast للفطور. But the dolphins, لكن يعني الدلافين saved me, أنقذتني. Thank God, شكرا لك يا إلهي. هسه نجي على التمارين اللي موجودة وين بالكراسة. طبعا إحنا قلنا العنوان الأفضل dolphins saved him from a shark. هذا العنوان اللي أفضل بالنسبة لي هو اللي نختاره. زين. قلنا هذا العنوان كان بأعلى الصفحة زي تارك was floating كان يطفو على سطح الماء when he felt عندما شعر طبعا أصل الفعل شنو feel معناه يشعر. زين when he felt something push him عندما شعر شيء ما يدفعه. زين عندما نطوق بالكراسة circle ضع دائرة the correct answer يعني معناها ضع دائرة على شنو الإجابة الصحيحة أو choose the correct answer أو اختر الإجابة الصحيحة. زين number one
زيتارك واز. وعندنا مجموعة من الخيارات. أول خيار الـ A a bad swimmer، إنه كان سباحا سيئا. B on holiday، كان في عطلة. C working in Egypt، يعمل في مصر. طبعا الأولى سباح سيء، ما عندنا تفاصيل انه كان سباح سيء، ولا عندنا تفاصيل working in Egypt يعمل في مصر، فافضل اختيار عندنا on holiday، معناها زي تارك كان في عطلة. زين، عندنا number 2 when he was attacked، عندما هوجم by the shark، من قبل سمكة القرش. he space عندنا فراغ، فاول شنو اختيار عندنا was in a boat، كان في قارب. hit صدم with a piece of wood، صدم بقطعة من الخشب. الأفضل أنا إلي أطل يعني ذن الكلمات اللي أنا دا أترجمها يعني تفرز لها صفحة خاصة وأكتب المعاني حتى يصير الأمر إلي سهل، كل ما أكتب كل ما يزيد إتقاني للمادة. hit with a piece of wood. C was lying on a plastic mattress. was lying معناها كان مضطجعا على شنو؟ فراش بلاستيك اللي هو الايربد، فافضل خيار هو السي. واضح؟ نقول معناه he was when he was attacked، عندما هوجم by the shark he was lying on a plastic mattress. شغلة مهمة جدا، هنا خيارات بالامتحان احتمال يجيك فراغ، أصلا ما عندك خيار أو يجيك سؤال وجواب، فأنا المعلومة هاي لازم أحفظها قطع الكتاب. طبعا طالب أكو طالب يريد يأخذ درجة عالية كاملة، فلازم أنا أتقن ذني الأمور كلها. أكو طالب لا يريد يعتاد على الموجود يعني، بس ما راح يحصل الدرجة العالية، راح يحصل درجة معتادة احتمال. زين، number 3 تارك سبيس، نقول was bitten يعني تم عضه by a shark، من قبل سمكة قرش. lost his arm، فقد ذراعه. wasn't hurt at all، تارك شو نقول؟ ها طبعا لم يفقد ذراعه هو، ولا هنا معناها لم يؤذى مطلقا wasn't hurt at all، فأفضل خيار هو الـ A was bitten by a shark، تم عضه من قبل شنو؟ سمكة القرش. 4 6 dolphins، 6 دلافين شو نقول؟ bit the shark، عضت سمكة القرش. made a lot of noise، عملت كثيرا من الضوضاء. you're protected تارك، او حمد شنو؟ طارق. نقول سي protected تارك يعني زي تارك. زين، عندنا number 5 تارك was rescued، معناها تم انقاذه. نقول by sea بواسطة البحر، by air بواسطة شنو؟ بواسطة الهواء. by two children نقول افضل خيار by sea، يعني تم انقاذه بالبحر، نعم عن طريق البحر. زين، 6 when he got back، عندما رجع to dry land يعني الى اليابسة. dry land معناها اليابسة. he was taken، تم أخذه. واضح؟ أي عندنا خيارات straight back to his hotel، يعني أخذوه مباشرة شنو؟ المن؟ إلى الفندق. you're back to Iraq، رجعوه إلى العراق. you're to get medical attention، أخذوه إلى اليابسة ليأخذ العناية الطبية، فأفضل خيار عندنا السي. لهنا كملنا الجزء الأول من التمارين الخاصة بهذه القطعة. إن شاء الله بعد هذا الفاصل راح نكمل التمرين الآخر الخاص بهذه القطعة. الآن نكمل التمرين الثاني الخاص بهذه القطعة. طبعا هو يختلف المنطوق مالته، عندنا مجموعة من الأجوبة راح نستخرج من عندها مجموعة من الأسئلة، يعني معناها write questions، اكتب أسئلة. فأنا شنو راح أضبط؟ أضبط أولا سؤال وجواب، راح أضبط شلون أستخرج من هذا الجواب سؤال. واضح؟ طبعا هي محلولة للسرعة. عندنا write questions، اكتب أسئلة about the article، حول هاي المقالة اللي قرأناها. for the following answers، للأجوبة التالية. شنو الأجوبة؟ عندنا هذه الأجوبة باللون الأزرق، in Sharm el-Sheikh Egypt، في شرم الشيخ Egypt. شنو أستخرج من عدة سؤال؟ أقدر أسأل شو أقول؟ أقول where was Zaytarik،
أين كان زيد طارق on holiday في عطلته؟ كان في شرم الشيخ. وين؟ في مصر. أو شو أقول؟ سؤال آخر أقول أين these events، أين هذه الأحداث take place؟ take place معناها أين وقعت هذه الأحداث؟ أيضا في شرم الشيخ في مصر. أو شو أقول where was زيد طارق staying، أين كان زيد طارق باقيا، وين كان باقي بهاي العطلة مالته؟ مو؟ فأيضا in شرم الشيخ Egypt. فأنا أحفظ هذه الأسئلة فراح تفيدني بالامتحان، هذه الأسئلة وهذا الجواب مالتهن، يعني هاي الأسئلة المنوعة فقط هذا جوابهن. أو قلت لك أما يجيك جواب وتستخرج من عنده سؤال أو شنو؟ لا، عندي سؤال مثلا جايب لك بالامتحان Where was Zayd Tariq staying؟ أقول in شرم الشيخ Egypt. واضح إن شاء الله. زين، عندنا جواب آخر حتى نستخرج من عنده سؤال، نقول he was swimming، من هو زيد طارق؟ when he saw it، عندما رأى سمكة القرش، طبعا هاي الات عود على الشارك. فشنو هو السؤال يعني نستخرج من هاي الإجابة؟ نقول what was زيد طارق doing، ماذا كان زيد طارق doing يعمل يفعل when he saw the shark، عندما رأى سمكة القرش؟ هذا السؤال فالإجابة أيضا تكون يعني بالامتحان راح تكون سهلة إذا اجتك الجواب بالامتحان وتستخرج منه السؤال أو بالعكس. زين، number three the shark bit his arm، يعني معناها سمكة القرش عضت ذراعه، المن زيد طارق. فشنو السؤال اللي استخرجه من هذا الحدث؟ أقول what happened، ماذا حصل to زيد طارق؟ أقدر أقول بالجواب the shark bit his arm. أو إذا سألنا what did the shark do، ماذا فعلت سمكة القرش بزيد طارق؟ the shark bit his arm، أيضا سمكة القرش عضت شنو؟ ذراعه. زين، عندنا إجابة because he thought، لأنه بسبب أنه اعتقد he was dying، أنه شنو؟ ديموت، كان ديموت بذيك اللحظات. فالسؤال why did زيد طارق why did زيد طارق، طبعا هنا بس نعدلها why did زيد طارق scream، يعني هنا نقول لماذا زيد طارق قام يصرخ، شنو السبب؟ نقول because he thought he was dying، انه كان شنو على وشك ان يموت بذيك اللحظات. زين، دولفينز نمبر 5، دولفينز واريد استخرج من عندها اسئله خاصه بهاي الاحداث. اما اقول what protected، ما شين الشيء اللي حمى زيد طارق الدولفينز، يعني بالامتحان اذا هو عاقل نحتاج الشخص اللي انقذه، اذا نحكي عن عاقل اقول هو saved زيد طارق or protected زيد طارق، واضح؟ فنحكي عن شخص، بس هنا نحكي عن شيء، الشيء طبعا لان هو غير عاقل نقول what protected زيد طارق dolphins، او شو نقول what frightened، ما الذي اخافه the shark سمكة القرش away بعيدا الدولفينز، يعني هي 6 دولفينز، نعم 6 دلافين. the coast guard يعني خفر السواحل اللي هو شو اسمه جميل الألوي did فعل هذا، شو هذا الجواب؟ شنو استخرج من عنده سؤال؟ اقول تاركس سكريمز، شنو منو سمع صرخات زيد طارق؟ من هو؟ the coast guard جميل الألوي did فعل هذا. زين، هو rescued، من انقذه؟ منو انقذه؟ rescued him يعني زيد طارق by boat، منو انقذه بالقارب؟ ايضا the coast guard جميل العلوي did فعل هذا. زين، عندنا اجابه an ambulance سيارة الاسعاف. فالسؤال اللي راح استخرجه من عده اقول what was waiting، شن اللي كان ينتظر زيد طارق on the shore على الشاطئ، واضح؟ فأيضا يعني ذن الأسئلة جدا مهمة أركز عليها، احتمال يجيك سؤال وتجاوب عليه مو تجيك إجابة وتستخرج من عندها سؤال. إن شاء الله بالجزء الثاني راح نتناول الأسئلة الوزارية الخاصة بهاي القطعة، وبعد الأسئلة الوزارية راح نأخذ أسئلة منوعة تفيد الطالب اللي يحصل درجة كاملة، هناك احتمالية تجيك من بين الأسطر أسئلة أو فراغات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني
طريقك نحو المعرفة.